يعني فاطمه ديوان بمناسبه عرض المسرحيه السيمفونيه الموجهه للاطفال بمدينه العرائش بمناسبه اقامه مهرجان لكسر المسرح. استاذه فاطمه، يمكن لك تعطينا فكره على المسرحيه اللي كانت رحله في الزمن وفي الامكنه في قالب حكائي مقدمه للاطفال. مسرحيه السيمفونيه هي مسرحيه اللي دعمت هذا العام من طرف وزاره الثقافه، وهي مسرحيه موجهه للاطفال. كتحكي واحد القصه ديال واحد الرحله ديال الطيور اللي كتنقل من امكنه بحال مصر، الهند، الاندلس الى غيرها من الاماكن الاخرى. وهي رحله كنتعرفوا فيها على 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 عالم الموسيقى وعلى عالم على عالم الاثار في العالم، من الاهرامات، من لعبه مثلا من الاهرامات، من جبال، من السلسل العظيم الى اخره، من اثار اللي هي غنيه في العالم وعندها تاريخها، وكذلك امور اللي عندها تاريخ للجاي بحال الشاي، قصة الشاي، قصة السطرنج. هي مجموعة ديال القصص متداخلة في بعضياتها واللي كولت لنا هذه المسرحية هذه ديال السطرنج. يعني يمكن نقولوا بأن هي كتعرف بثقافات ويعني وعادات ويعني وتراث الشعوب. طبعا بالإضافة إلى ذلك، المسرحية كتقدم يعني مجموعة من القيم للأطفال، يعني من قيمة الحرية مثلا، قيمة الحرية عند الطيور وعند الحيوانات عامة، قيمة الوعد والوفاء بالوعد، قيمة التعلم، أن إلا بغينا نتعلموا خصنا نديروا مجهود ونصبروا على جميع الصعاب اللي كاينة. نعم، كيفاش لاحظتوا التفاعل ديال الأطفال يعني مع المسرحية اللي كنتم؟ جد ممتاز، واللي لاحظنا هو أن الأطفال كانوا كيسمعوا لينا حتى الآخر كلمة في المسرحية، تفاعلوا مع الأغاني اللي كانت بحال واحد الهفوات ديال التنشيط اللي كنشطوا فيهم المسرحية، كانت بحال متعة باش كنغيروا الروتين ديال المسرحية، وفي نفس الوقت هما أغاني عندهم علاقة بالمسرحية ماشي خارجين على المسرحية. كتنشد، كاين رقصات كذلك اللي تبتعوا بهم الاطفال وتفاعلوا معاهم فيهم فينا، كذلك كاين مواقف اللي ضحكوا فيهم الاطفال، مواقف اللي حزنوا فيهم الاطفال. فكانت التفاعل ديال الاطفال ديال مدينه العرائش جد مميز. بالنسبه يعني الوظائف الجماليه في هذا العرض، يمكن حديث عن بعض الوظائف اللي وقفتوا. الوظائف الجماليه وكانت اهم وظيفه هو الديكور، اللي كان ديكور عباره عن قطع كثيره بزاف كما لاحظتي، وهاد القطع ساعدتنا على اننا نغيروا الاماكن. فكنا كنحاولوا في هذه المسرحيه هذا اننا بقطعه بسيطه نحاولوا نعطيو الطفل واحد العلامه على المكان اللي حنا كنتواجدوا فيه، وكذلك اعتمدنا على الطبيعه لان العصافير كما كنعرفوا كيكونوا في الطبيعه وفي الخضوريه. فكانت بزاف الجماليه، زائد الاناره، زائد المخرج ولا ميزون بلاس اللي عطانا اللي تساعدنا، زائد الكوستيم اللي كانت هي روعه كما شفتي، وكتختلف وكل كوستيم عنده المنطقه اللي كيتميز بها.